الوداد من يبحث عن هدفه الثاني، من يبحث عن هدف التقدم، من يبحث عن هدف يبحث به عن 3 نقاط مهمة وثمينة لأول مبارياته في المجموعة. الكرة راحت على أطراف سلطان، يبحث عن تشتيت مرة إلى رمية جانبية لصالح الخدمة الاجتماعية. الخدمة الاجتماعية من تأسس في عام 1426 ولأول مرة يشاركون في هذه البطولة حتى هذه اللحظة. اليوم تجربة من خلال بطولة النخبة الخامسة، من خلال إحدى البطولات الكبيرة. أصف لنا الشعور بمناسبة هذه التجربة. والله زي ما أنت عارف شعور رائع جدا، شعور ممتاز، وهذا خطوة قد تكون جميلة بمجال الشهرة، وبإذن الله من أفضل إلى أفضل. إلى صالع عثمان السبيعي، عثمان مازال يا سلام، مرور بشكل رائع أحمد عرضية لكنها عادت سهلة إلى حارس المرمى عبد الكريم. عبد الكريم يتصدى لها بشكل ممتاز. عبد الكريم يلعب لك كرة عالية. مدى استعدادك لمجال التعليق في مكان مكرم؟ والله استعداد يعني ليس لابد يعني، لكن بإذن الله زي ما قلت لك إن شاء الله نقدم كل ما لدينا من التعليق، وبإذن الله أننا حنقدم كل ما لدي، وإن شاء الله أني أنال إرضاء الجماهير وأخواني اللاعبين بإذن الله. كلمة توجهها لتيفي بازيدان ورئيس لجنة التعليق عبد المنان النيازي. والله أقول له إن شاء الله راح أرضيكم، وإن شاء الله راح أقدم لكم الكثير، وبإذن الله راح أنال إعجابكم.